السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عاوزين الريال وليفربول. الريال بتاع ها وانت ايش انت الريال؟ والله طريقة البداية اللي كان فيها اهداف كتير وكانت مباراة ممتعة بالنسبة من كلا الفريق. عصام الشوادي لريال. أسرق مانشستر لنهائي إنجليزي ثستر كارلو أنشيلوتي والأسطورة بيب غوارد مدريد. أصدقائي المشاهدين، تحية دالي كانسيلو، ثلاثة روبن دياش، 14 بنزيما وفينيسيوس جونيور، خطة مهمة للون الأبيض، يمشي الريال ولا الكرات خطيرة، عنوان الجوهرة دي برويني، 26 رياضة نفتاو، برازيلي آخر في قمة الأبطال، يرجع الكرة، يمشي فودين، فودين للمان سيتي، لا تصور أنه إذا كرة أولى للي في فودين في التوزيع، كرة بالرأس خطيرة، عرضية صاصة الميدان، يلعب الكرة للدفاع المدريد من كريم بنزيما، يمشي الكرة ولد الخال كارفاخال، كريم كريم البالندور 2022 أتيكو اللي خرج منها السلامات خطيرة من برناردو في ذهاب النصف النهائي في الأبطال، وقت اللي يتعادل ولا يخسر قدامه رياض، رياض محرز، يمشي رياض إلى سان دوني، سبقوهم اثنين، عملوا ريمون ترابي، فاز بجائزة لاعب المباراة في أبطال أوروبا العشرية، ربح 16 لقب، والريال مدريد على بين سبورتس، السيتي يستحق دوري الأبطال، هذه هي القمة، وهذه هي السهرة، سهرة محرز سجل 16 في 45 حضور، عادل، كرة خطيرة، فالفيردي كريم، بنزيما كل الدفاع قائم في الفريق الاثنين على 30 مرة في النصف نهائي الأبطال، شد السيف حلوة من كاسيميرو، كاسيميرو كرة طويلة الكريم ترجع بالراس رويني، كرة من كيفان، كرة من كيفان الحارس، يخنقون الريال، يفتكون كرة على مدريد، ترجع الكرة ذكريات الذهاب يا فيني، يمشي فيني، 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 فيني. صلابة دياش، مهارات سيلفا، قوة فودري، رودري حلوة لكن يخسر الكرة، ترجع كرة في خطة كريم، كريم الدفاع فينيسيوس، فينيسيوس الشوط مدريد هكذا تعلو أصوات، بينما النهائي الخامس هي حلم كارلو أنشيلوتي، ترجع كرة مني هذه خطيرة، دي برويني هذه خطيرة، سيلفا الكرة البلجيكي، دي بروين لابورت كوين في الكرة الثابتة، وصل كرة دي برويني شوف في فورما، يلعب الكرة العرضية طويلة، هي بالراس محرز، محرز دي برويني، مندي خطيرة، أجمل السيتي يتجمل عن طريق سيلفا رائعة، العرضية، وصل كرة للجونيور المطالب بفعل شيء، الكرة طويلة من الرياض، كرة من محرز خطيرة بذكريات الاتحاد، السيتي السيتي لو يصل لفينال باريس ممكن بضرب الترجيح يعني يفوز بفرق هدف فرق نشوفها صعيبة، مدريد تمشي كرة ووكر، ووكر في وضعية صعبة روبن يمشي مدريد استغلال الكرة توني كروس قريب برنابيو خطيرة خطيرة الكرة خطيرة يطلع ميليتاو برافو والبريمير ليج اللي جات في بال الأغلبية او مدخل هذه صعيبة هذه صعيبة يلعب كرة فينيسيوس مكشوفة حذاري مودريتش مودريتش خطيرة رد بالكم من بنزيما 70 و 80 مليون يورو ولل رأس الكرة عن طريق الريال فينيسيوس مش في يومه لحد الشوط الأول تحضير من كارفاخال حسيتي يدخل بتشكيل مرعب والريال راوغ رياض الثاني رياض الثالث والدفاع خطير بكرة طويلة حذاري يرجع يغطي يمشي خطيرة جدا جواو خطيرين جدا السيتي ممتع يسر الناظر خطيرة كاسيميرو رد بالك رد بالك كاسيميرو اعطى باس خطيرة تماس للسيتي هل فيها خطا كانسيلو خطيرة برناردو خلصها برناردو على القائم الثاني فودن خطيرة بالراس يطلع لب يتقلقوا برشا الفرنسيين والراسية يمشي بكرة فينيسيوس هل عندنا السيتي على الأهداف الضايعة برافو
ترجع الكرة خطيرة بالرأس رد بالك ترجع من الدفاع بندي ماندي بنزيما فماش تسلل كريم كانسيلو جابرييل تلعب من جيسوس ولكن ما مشاش برناردو سي كان يراوغ تيشوت في بعض الأوقات ترجع الكرة من فينيسيوس فينيسيوس في لمسة يد حل مندي مندي بشي حل بالرأس رد بالكم من كريم تمشي بالرأس كما قلت لكم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم مودريتش يضغطون كازيميرو يرجع للوكا رياض دي برويني تيشوت كيفن دي بروينيش اذا ما تحركتش الارقام للريال فانهم صدن يمشي الفيل سليمة باهي من فالفي سفيرة سيدو كريم فما في رقم ما ربحتش 4-5 يغير ريال الشوط الثاني خير امامكم الاعادة يا فينيسيوس حلوة بنزيما خطيرة جدا هذه كان ممكن ايضا يستاهل فيها ورقه صفر الكريم بنزيما شد كره بنزيما زغردي فالفيردي خطيره جدا كره في بنيحه جدا كارفاخال متاخر ما يضغطش يلعب الكره على القائم الثاني روبن رياض رياض يضغط كريم روبن دياش لا خوف عليه تحل الان يعاني يرجع معاه كاسيميرو مستحقه لبرناردو سيفا قاعد يتسامح برشا في الكروت فندي اذا يعديه فيها جول يمشي بالكره رياض ما يشوتش يعطي باس خطيرة مودريتش حتى الفيني خطيرة والكرة على القائم الثاني مودريتش أمامها يمشي جونيور حتى الكرة يدخل من العكس يلعب الكرة مندي يدخل مندي والتغطية من جميعنا إذا السيتي سجل فاينل أجواء كبيرة في سانتياغو برنابيو الكاسي أفر تتوفر فودين خلص يا فودين عالم باليمين واليسار أنا في رأيي كاسي في اليسار بنزيما خطيرة مساحات هذه تخوف هذه راس عاد يا كيفن يا دي برويني شيء آخر يا المانشستراوية ترجع الكرة بالراس عرضية يدخل فينيسيوس جونيور حط الكرة في مهب البرنابيو مسحت مكره اخاك لبطل فالفيردي وقيد مات لرياض ما ظهرش رياض اليوم مثل ماتش الذهاب ريال كرة طويلة ترجع بالراس مندي تيبو كورتوا كرة من تيبو كرة طويلة كامافينكا في الوسط ورودريجو بدلا عن با على بعد نصف ساعة من دخول أو من خروج وندخل كامافينكا ثم عندي رودريجو بلجيكي دي برويني كيفان يمشي بالكرة كامل خطيرة الويكاند الريال ربح اسبانيول 4-0 والليغا رقم 5 فالفيردي يحسن في النصف ممكن وداخل في المباراة السوبر الإسباني هو الليغا وفي أوروبا سيلفا كارفاخال معنا وواكر على فكرة هنا يظهر أن الخطأ اللي هي مبكر لأن الأمور ما تحسمتش عن طريق الهجوم خطيرة ورياضو جول خلص رياض محرز في الدقيقة 72 أول كرة وصلت له أول لمسة توصل له أول تابلو يشوف كامافينجا كريم وجول كامافينجا وجول رودريجو ولعها السيناريو المذكور ما نعرفش ترجع الكرة يمشي كارفاخال حاط الكرة والثاني فما حاجة يا الله مش ممكن فما ريال حاط الكرة رودريجو خطيرة ضربة جزاء كريم بنزيما الهدف الثالث الريال انفينال فاينل نهائي ولدي يبكي فلذة كبدي تبكي هكذا يقول المدريد المرنجي مش ممكن مش